انا اقوى واحد هون، يعني الديب انا اقوى منه. القلب وما عندي ولا قطعه سلاح، لان انا ما عندي باب بقفل، ما عندي ولا مفتاح، واللي بده اهلا وسهلا كلابي هي حمل الارض. انا بحياتي ما كنت لوحدي. تخلى عن المدينة وقرر أن يعيش في الغابة وحيدا ولسنين طويلة، ولم يأبه لرأي أحد فقط هو والطبيعة والحيوانات. إنها قصة مثيرة للغاية عن طرزان اللبناني، فمن هو ولماذا تخلى عن كل شيء وما حكايته؟ هذا ملخص القصة. قال إنه رجل حر يعيش في الغابة وهو مالك نفسه ولا أحد له سلطان عليه. اسمه ريفين، رجل لبناني يعيش حياة غريبة اختارها بنفسه ولا يهبه لأي أحد ولا كلام المجتمع أو الناس. ترك كل شيء وقرر التخلي عن كل وسائل الرفاهية وأن يكون هو مالك نفسه ولا أحد مالك عليه. وقرر أن يعيش في قطعة أرض قريبة من الغابة دون أي وسيلة من وسائل الرفاهية، وأطلق على نفسه اسم ملك الغابة، ولمدة 7 سنوات عاش وحده في هذا المكان النائي. لكن ريفين كانت لديه أسبابه الخاصة، فيقول إن العيش في المدينة جعله يخسر صحته وحياته المهنية والنفسية والجسدية والروحانية والاجتماعية، وحسب كلامه فالعيش في المدينة دمره تماماً، فهرب ليس من شخص وإنما من نفسه على حد قوله، وأراد استعادة توازنه النفسي والمعنوي، ويقول إن العيش في الخلاء ووسط الطبيعة لم يكن بالأمر السهل أبدا، وإنما يحتاج لاستعادة طرزان الذي في داخل كل شخص، فعلى كل شخص يقرر أن يعيش في الغابة وحيدا أن يتحمل الظروف المعيشية القاسية من برودة وعزلة وظروف صعبة، وأن لا يخاف أبدا، وأن يتدرب يوميا على التعامل مع الطبيعة التي في معظم الأحيان تكون قاسية وشديدة للغاية. ويقول ريفين أن السؤال الذي دوما يسأله له الناس هو كيف استطاع تحمل المعيشة القاسية والبعد عن وسائل المعيشة والرفاهية، فقد كان يعيش مستخدما كافة الأجهزة الكهربائية والإنترنت، فكيف استطاع تحمل هذه الظروف؟ بالتأكيد الوضع لم يكن سهلا على ريفين، لكنه يفترض دائما لو كان يعيش في المدينة وانقطعت الكهرباء فكيف كان سيتصرف أو يقوم بواجباته اليومية. يقول إن الطبيعة أعادت له مرة أخرى صحته التي يشعر أنه كان قد فقدها، فعاد إلى ممارسة الرياضة، وقام أيضا بممارسة التأمل يوميا، واستعاد جسمه نشاطه البدني نتيجة الحركة المستمرة. وعن الطعام، فقد توقف عن استعمال الميكروويف واعتمد على الأكل بطريقة طبيعية، فكل أكله من الخضروات والفواكه الطازجة أولا بأول. وعن استخدام المياه، لديه النهر الطبيعي الذي يتيح له استخدام المياه كما يريد. أما عن استخدام الفرن، فيقول إن الحطب بديل الفرن، وأن الحطب يجعل الطعام طعمه حلو أكثر من التسوية بالفرن، ولديه الطاقة الشمسية الطبيعية التي يستطيع استخدامها كما يحلو له. فحتى المنبه استغنى عنه بصوت العصافير الطبيعية، فهي من توقظه يوميا، ولا يقوم بفتح التليفون أو المحمول إلا لو أراد الاطمئنان على أسرته ثم يغلقه مرة أخرى. يقول إنه ليس لديه مفتاحا للكوخ، وأنه ليس لديه سلاح، فقط يعيش مع كلابه، وأنه لا يخاف من البشر ولا أحد يستطيع أن يأتي إليه، وليس لديه ما يسرقه أحد، والكلاب هي من تحرس أرضه. ريفين يقول إنه لا يهمه رأي المجتمع به كشخص استغنى عن كل ما هو في الطبيعة، فالمجتمع لن يضيف إليه شيئا مفيدا، فهو وجد الضحكة والراحة النفسية، وأنه لم يكن أبدا وحده، فالحيوانات والطبيعة دوما معه. الكثير منا يتمنى أن يفعل مثل ما فعل ريفين، لكن ربما لا تسمح ظروفه، أو مرتبط بعائلة، أو لا تأتيه الشجاعة لفعل ذلك، لكن ما لم تستطيع أن تنكره أن ريفين وجد سعادته الخاصة به، وهذا ما يجب أن يفعله كل شخص، إيجاد السعادة الخاصة به مهما كانت الوسيلة.